لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. قوانص الدجاج المسلوقة: وقوانص الدجاج فيها نسبة عالية من البروتين اللي بتساعد على حرق السعرات الحرارية. وطبعا سعراتها الحرارية قليلة ونسبة الدهون فيها قليلة. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في قوانص الدجاج المسلوقة والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة: للجرام الواحد السعرات الحرارية 1.5 سعر حراري، بروتين 30% جرام، كربوهيدرات 0، دهون 2% جرام. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة للمية جرام السعرات الحرارية 154 سعر حراري، بروتين 30.4 جرام، كربوهيدرات 0، دهون 2.7 جرام. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة لوحدة صغيرة بوزن 17 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية 26 سعر حراري، بروتين 5.2 جرام، كربوهيدرات 0، دهون 45% جرام. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة لوحدة كبيرة بوزن 25 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية 38 سعر حراري، بروتين 7.6 جرام، كربوهيدرات 0، دهون 67% جرام. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة لقطعتين من القوانص بوزن 45 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق السعرات الحرارية 69 سعر حراري، بروتين 13.6 جرام، كربوهيدرات 0، دهون 1.2 جرام. القيمة الغذائية في قوانص الدجاج المسلوقة 3 قطع من القوانص بوزن 65 جرام زي ما شفنا في الصورة السابقة السعرات الحرارية 100 سعر حراري، بروتين 19.7 جرام، كربوهيدرات 0، دهون 1.7 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.